هاخد النائب علاء عبد المنعم قبل الفاصل. سيادة النائب مساء الخير. خير يا خالد بيه، تحياتي لحضرتك ولجمهور المشاهدين. اهلا بحضرتك فندم. الحوار حول ضرورة فتح المجال العام للحوار حوالين الاتفاقية تعيين الحدود، مصير تيران وصنافير، مدى دقة الوثائق التي احيلت او ستحال الى البرلمان، معرفش احيلت ولا لا. طيب بداية انا استنكر اقحام اسم الرئيس السيسي او القوات المسلحة في القضية، وندعي انهم لن يفرطوا. طبعا ده شيء مفروغ منه ان هم لن يفرطوا. استاذ مصطفى بيقصد انهم درسوا الموضوع دراسة جيدة. لا، اقحام اسمائهم. نحن نناقش اتفاقية. نحن نناقش وسنناقشها اذا ما قضت المحكمة بخلاف ما قضت به اول درجة. اما اذا قضت محكمة الادارية العليا بانها تؤيد قرار محكمة القضاء الاداري من انه قرار اداري والغي، فتعتبر هذه الاتفاقية قد اعدمت. طب ازاي بقى يا استاذ علاء؟ ثانية واحدة بقى هنا معلش، عشان استاذ مصطفى قال انه المادة 5 بتقول انه البرلمان دون غيره هو المختص بهذا النوع من الاتفاقيات، وان احالتها للقضاء في حد ذاته، عشان المسار القانوني يبقى واضح، انه هو اللي كان غلط. انت بقى مع انها الاتفاقية دي من السلطة التنفيذية الى البرلمان ولا من السلطة التنفيذية الى المحكمة؟ لا، شوف حضرتك، احنا ما بنتكلمش عن برلمان او محكمة، احنا بنتكلم عن واقع حاصل النهاردة، واقع احنا فيه النهاردة. الواقع اللي حاصل ايه يا استاذ خالد؟ لا معلش يا فندم، معلش يا سيادة النائب، معلش جاوبني على دي. جاوبك على ايه؟ ما تعرفين السؤال. السؤال هو انت شايف زي ما بيقول مصطفى بكري انه البرلمان وحده هو المختص، ولا ان السلطة القضائية ليها دور هنا في الاتفاقية؟ لا، السلطة القضائية ليها دور طبعا. ليها دور؟ طبعا طبعا ليها دور. امال يعني السلطة القضائية دي بتعمل ايه؟ بص شوف اقول لك حاجة. يعني ودستوريا صح، يعني احالتها من الناحية الدستورية صحيح. اتفضل. احالتها لمين؟ المحكمة الدستورية. للمحكمة، يعني رفع قضية بهذا الشأن في المحكمة ده دستوريا صحيح. تمام. طبعا 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 صحيح. طب واي واحد يقول غير كده يبقى جاهل. نعم. انا عايز اقول لك على حاجة. الذي يفصل في أن هذه الاتفاقية من أعمال السيادة من عدمه هو فقط القضاء المصري. تمام. لا البرلمان يقدر يفصل، ولا الحكومة تقدر تفصل، ولا أي جهة. الجهة الوحيدة التي تقرر أن هذه من أعمال السيادة من عدمه هو القضاء، وأي ادعاء بخلاف ذلك هو جهل غليظ. أنا بقولها بصراحة. اللي حصل أنه الحكومة تقاعست عن إحالة الاتفاقية إلى البرلمان. هذا التقاعس دفع بعض المواطنين إلى رفع قضية أمام محكمة القضاء الإداري. تمام. محكمة القضاء الإداري أصدرت حكما فعلا، ولم تحيل الحكومة هذه الاتفاقية إلى البرلمان بعد. فأصبحنا أمام حكم له حجية الأمر المقضي في مواجهة الحكومة التي هي طرف أصيل في القضية. وقضت المحكمة في مواجهتها بأمرين. الأمر الأول رفض الدفع بعدم الاختصاص الولائي بدعوى أنها من أعمال السيادة، والمحكمة قضت أنها ليست عمل من أعمال السيادة. بس الحكومة مقدمة طعن لنفسها. خلي حضرتك معايا بس. اتفضل. الأمر الثاني أن توقيع على هذه الاتفاقية باطل. دول الأمرين. التوقيع باطل. نعم نعم، قولا واحد. ده الحكم بتاع المحكمة. تمام. هذا الحكم بقى صح ولا غلط؟ مش هي دي القضية. المحكمة الإدارية العليا هي اللي هتفصل في هذا الأمر، ولكن حتى تفصل المحكمة الإدارية العليا في هذا الأمر الاتفاقية باطلة. طب حلو قوي. يبقى إذا البرلمان مش من حقه يناقشها، يعني البرلمان مش حقه يناشئ الاتفاقية أصلا. الآن مش من حقه يناقشها، ومش من حق الحكومة أنها تحيلها، لأنه ليس من حق الحكومة أن تحيل اتفاقية باطلة إلى البرلمان. كانت الحكومة تقدر تحيل الكلام ده قبل القضية يبقى احنا بنناقش، إنما بعد ما القضاء قال كلمته وقال إن الاتفاقية باطلة لا يد للحكومة في إحالتها. حلو حلو. سؤال تاني معلش يا أستاذ علاء، سؤال تاني من فضلك. هل اطلعت على اي الوثائق التي قدمتها الحكومة، او ورق او جوابات، سميها زي ما تسميها،
حوالين تيران وصنافير؟ شفت لا اي حاجه؟ لا انا لم اطلع ولا يعنيني ان اطلع الان، لانه نحن لا حتى في الشأن العام كشأن عام مش عشان تصوت. لحظة واحدة خالد بيه، لحظة واحدة بس. أنا النهاردة لا أناقش ملكية أو عدم ملكية هذه الجزر لمصر أو للسعودية. مش هي دي القضية خالص. تمام. القضية دلوقتي الإحالة بتاعت الاتفاقية دي صح ولا غلط؟ قول واحد غلط من عدة وجوه. الوجه الأول أن وفقا للدستور ووفقا للمادة 197 من اللائحة الداخلية للمجلس، الذي يحيل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية هو رئيس الجمهورية فقط وليس لأحد آخر. هذا حق حصري لرئيس الجمهورية، ورئيس الجمهورية لم يحل هذه الاتفاقية. يعني رئيس الوزراء مش من سلطته إحالة الاتفاقية. قال ما احنا بنتكلم عافية ولا بنتكلم دستور وقانون؟ حتى لو رئيس الوزراء موقع على الاتفاقيه يا فندم، حتى لو رئيس الوزراء موقع على الاتفاقيه. تمام. وانا هديلك مثال اخر بقى واضح، وكان قاله الذي تحدث من قبلي، نفس الدائره المحترمه التي اصدرت الحكم. تحدث من قبلك الاستاذ مصطفى بكري يا فندم. التي اصدرت الحكم ببطلان اتفاقيه تيران وصنافير هي ذات الدائره التي قضت بعدم اختصاصها بنظر اتفاقية سيادة بتاعت أوبروس. تمام. إذن المحكمة هذه سلطة مطلقة، وهي من إطلاقاتها، ولا رقابة عليها من أحد إلا من المحكمة الإدارية العليا. طيب. أما القول بأن البرلمان يستطيع أن يناقش بالرغم من بطلان هذه الاتفاقية فهذا قول لا يقول به عاقل، يعني جدل قانوني. سؤال اخير يا استاذ علاء، هل انت يعني في ظل هذه الازمه وفي ظل التطورات، ويقول لك يتحال لا ما تتحالش، القضاء لا مش القضاء، وانت وبعض النواب ما تطلعوش على الوثائق، اطمئنانك وقناعتك الحاليه العاطفيه ان هذه جزر مصريه ولا غير مصريه؟ مصريه. هل هل تؤيد في نقطة بس؟ ما الذي تقوله كنائب برلماني لوزارة الداخلية عندما يطلب منها وقفات احتجاجية أمام مجلس النواب؟ تنصح الداخلية بإيه واللي طالبين التظاهر بإيه؟ طالبين التظاهر هذا حقهم المطلق. تمام. بشرط ألا تتعدى التظاهرات إلى التخريب أو غيره. إن شاء الله يا رب ما يحصلش حاجة. أو أعمال عنف. ولكن إلى أن تقضي المحكمة الإدارية العليا يوم 16 يناير على الجميع أن يصمت. نعم. احتراما للقضاء. في نقطة مهمة بقى جدا. تفضل. في الدكتور مفيد شهاب. بس الدكتور مفيد شهاب قعد مع كل الناس وقال لهم اقتناعه بأنها جزر سعودية. بس خليك معايا. ما أنا معاك أهو، أنا مع حد غيرك. الدكتور مفيد شهاب قال إنه لا استفتاء ينفع لانه مفيش تنازل، ولا تحكيم ينفع لان مفيش تنازع، يعني مفيش نزاع انها سعوديه، ده كلامه، ومفيش تنازل على الارض. طيب انا عايز اساله سؤال واحد، امال الاتفاقيه دي معموله ليه؟ تعيين يعني حدود بحريه، انا بسميها تعيين حدود بحريه. يعني هل من المتصور يا استاذ خالد ان احنا نعمل اتفاقيه بيننا وبين ايطاليا الإسكندرية أرض مصرية؟ لا، إسكندرية ما تنفعش، لكن لو في جزيرة متنازع عليها في البحر وارد، يعني ممكن ينفع. وبعدين لكن إسكندرية بالذات لا. خليك معايا بس نتكلم بالمنطق وبالعقل. ماشي. إحنا زي ما قلنا مش بنتكلم على حقوق ملكية دلوقتي، إنما الثابت ثبوتا يقينيا بما لا يدع مجال لأي شك أن السيادة المصرية على هذه الجزر قائمة منذ 1906 حتى الآن ولم يقطعها أي نزاع. بشكرك يا فندم، واضحة جدا. بشكرك سيادة النائب علاء عبد المنعم، شكرا جزيلا على هذا الوقت وعلى هذه الرؤية الواضحة. نريد حوار مفتوح في الموضوع. ناس بتقول لك لا ما تتحولش للبرلمان، ناس بص الخلاف القانوني برضه، لا دي تروح البرلمان الأول، لا دي ممكن تروح للمحكمة، أصل الحكومة تقاعست فراحت للمحكمة، لو كانت حالتها للبرلمان ما كانش المحكمة فصلت فيها، لأن هي راحت من حكومة للبرلمان، لا رئيس الوزراء اللي يحلها، لا رئيس الجمهورية اللي يحلها، لا الدستور بيقول كذا، يعني داخلين في جدل عظيم. أنا بقول بقى إيه في وسط هذا الجدل؟ هذا الجدل صحي جدا. يعني لماذا خلقنا الله مختلفين؟ عشان نفضل نتجادل وصولا
الى الحق القانوني اللي كلنا نبقى راضيين عليه، او على الاقل لو جه على عكس ما كنا نرغب نؤمن بان احنا اتبعنا الاجراءات الصحيحه وصولا الى هذا القرار. ده اللي مطلوب دلوقتي في هذا الموضوع، مش عايزين حد يدخل بينا. انا اتمنى ايه؟ انا قلت قبل كده اتمنى تبقى مصر هي عاصمه الامه العربيه والاسلاميه وكلها تحت قيادة القاهرة، والفلوس دي كلها بسم الله ما شاء الله معانا، والمدن من أول المنامة لحد طنجة كله عندنا. أتمنى كده الولايات العربية المتحدة. ده ليس كل ما يتمناه المرء يدركه. هتقول لي بقى جزيرة ولا مش جزيرة، موضوع أبعد من كده، ولكن هذا الحوار أن يكون مفتوحا، ويجب أن يتظاهر من يطلب التظاهر دون أن يعتدي على القانون، ويجب أن يفتح الحوار على الهواء مباشرة وفي الجرايد وفي كل حتة. الناس لازم تطمن. أنا مكمل بعد الفاصل في هذه القضية، المسار القانوني، الرأي والرأي الآخر، وهنفتح أيضا للمشاركين من المشاهدين بإذن الله تعالى. دي قضية مهمة هنناقشها لحد ما نبلها حل بإذن الله. شكرا وهستناكم.